هذا وترتكز العلاقات البحرينية السعودية على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد وتوارثها عنهم الآباء والأحفاد بكل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير. وستظل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قلبا وقالبا، كل منهما عضد للآخر وسند لبعضهما البعض. تشارك مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيوم التأسيس، وهو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل نحو 3 قرون، تقديرا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيدهما الله. في ضوء الثوابت الأخوية التاريخية والمصير المشترك، بلغت العلاقات البحرينية السعودية أعلى مستوياتها من التعاون والتنسيق المشترك، وعززت من تقدمها كأنموذج يحتذى به في الأخوة الخليجية والعربية والإسلامية والشراكة الاستراتيجية المتنامية في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، والتي اكتسبت دفعة إيجابية بإنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي في يوليو عام 2019. تثبت مختلف المحطات التاريخية أن البلدين الشقيقين يقفان على الدوام في صف وخندق واحد إيمانا بوحدة الهدف والمصير وترسيخ الشراكة على جميع المستويات، وذلك بالنظر إلى حجم وكثافة الاتصالات واللقاءات التي لم تتوقف بينهما أبدا، وتطابق المواقف المشتركة وانسجامها إزاء التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة والعالم، وأواصر الأخوة والمودة والروابط الاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين الضاربة في عمق التاريخ. استمرار البلدين في ممارسة أدوارهما المهمة في دعم قضايا الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وثبات ورسوخ مواقفهما إزاء التحديات المشتركة وحجم المصالح الحيوية التي تجمعهما، كلها تعتبر أمثلة تؤكد روح الشعب الواحد المتمسك بقيمه وثوابته الوطنية، والذي يسعى دائما نحو تحقيق التكامل في شتى القطاعات.